عن مبادرة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بشأن تشكيل الحكومة وتثمين الرئيس الفرنسي عليها. ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أستاذ حسان، مرحبا بكم. يعني رغم إجماع المراقبين بأن وزراء المالية من المكون الشيعي لم يحسنوا إدارة وزارة المالية، لكن ميليشيا حزب الله لا تزال متمسكة بأن يكون الوزير منهم. ما الهدف من هذا الإصرار أستاذ حسان؟ نعم، الفساد يجب من يغطيه، ويجب أن يكون هناك من يقوم بتغطية. وزارة المالية هي الجزء الأساسي أو العامل الأساسي في أسباب الفساد في الإدارة اللبنانية. وزارة المالية الآن يريدها حزب الله ويريدها الثنائي الشيعي لأنها تغطي عمليات التوظيف الواسعة في الوزارات اللبنانية والتي بدأ ينهجها حزب الله وحركة أمل لتغطية عجزهم المالي الذي بدأ يتقلص نتيجة الحصار الأمريكي على مؤسسات حزب الله وعلى إيران. فأصبح التعويض من داخل المؤسسة اللبنانية، من داخل الحكومة اللبنانية، لذلك التوظيف يجري على قدم وساق، والتغطية هي من خلال وزارة المالية. ثانيا، تستخدم وزارة المالية لتوقيف بعض الرواتب أو تيسير بعض الرواتب بطريقة معينة كما تبعها نبيه بري قبل فترة. حين طلب من وزير المالية التابع له علي حسن خليل بعدم توقيع رواتب الضباط اللبنانيين مما أوقف رواتبهم لفترة معينة حتى تم ترقية الضباط الشيعة التابعين لنبيه بري، تم التوقيع. إذا نحن أمام فريق يحسن التعطيل ويحسن تغطية الفشل ويحسن تغطية الفساد، لا يحسن الإدارة ولا يملك رؤية مالية لتطوير الوضع اللبناني والمعود. أستاذ حسان، رئيس الجمهورية ميشيل عون تحدث عن طرح فكرة الطائفية والمحاصصة في موضوع تشكيل حكومة السيد أديب. بماذا تفسر حديث ميشيل عون؟ هل أخذ خطوة بعيدا عن حليفه وشريكه حزب الله؟ التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون أو صهره جبران باسيل بدأ يشعر أنه بدأ يفقد حضوره على الساحة المسيحية نتيجة سياسات حزب الله وحركة أمل التي لا تنظر إلى مصالح حلفائها ولا تراعي حاجاتهم سواء كانت في الإدارة أم في الواقع السياسي الذي يتحركون من ضمنه. فالشارع المسيحي اليوم بدا يشعر ان هذه الحركه الثنائيه الاجتماعي الشيعي تحاول هضم الدوله اللبنانيه برمتها، تحاول فرض شروطها على كامل اللبنانيين سنه ومسيحيين ودروز وغيرهم. فلذلك اصبح الجميع قلق من هذه السياسات، واصبح قلق ايضا من حاله بعد ما جرى في مرسى بيروت من تفجير وما جرى بالامس من تفجير ايضا في بلده عين قانا. اصبح الجميع يشعر ان لبنان اصبح جزء من محور ايران بقوه سلاح حزب الله، واصبح حزب الله وحركه امل تحاول فرض واقع سياسي معين في خدمه ايران يفرض على اللبنانيين جميعا دون العوده للمؤسسات الدستوريه والمؤسسات هنا. أستاذ حسان، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يعني طرح مبادرة تتمثل في تسمية وزير مالية مستقل، لكن هنا هل تتوقع أن يمرر الثلث المعطل مقترح سعد الحريري؟ سعد الحريري لقد سبق وقام بمبادرات مماثلة وكلها تصب في خدمة هذا الفريق. سعد الحريري يمارس سياسة حقيقة تخالف الواقع اللبناني وتخالف مزاج الجمهور اللبناني وخاصة أهل السنة والجماعة في لبنان. الجميع مستاء من هذه السياسة، حتى رؤساء الحكومات السابقين أصدروا بيانا بالأمس نأوا بأنفسهم عن موقف سعد الحريري. سعد الحريري أصبح بعيدا عن الواقع اللبناني، منفصل عن الواقع اللبناني، يمثل حالة الفشل وحالة الانهيار وحالة الاستسلام. من غير المقبول أن يبقى سعد الحريري يتقدم الساحة على أنه يمثل أهل السنة في لبنان، هو لا يمثلهم الآن ولو ذهب انتخابات نيابية سيخسر بالتأكيد. حزب الله وحركة أمل يصران على وجود سعد الحريري وتمثيل سعد الحريري لأنه سبق أن أعطاهم وما زال يعطيهم ما يريدون، والوزارة أو المؤسسة التي يمسكونها لا يتخلون عنها، بل تصبح ملكا عظيما لهم مع الأسف الشديد. وسعد الحريري إنما يخدم مصالحه ولا يخدم مصالح اللبنانيين ولا حتى الساحة اللبنانية. أستاذ حسان، طيب أستاذ حسان، الرئيس الفرنسي ماكرون أثنى على مقترح الحريري، لكن هنا ماذا لو لم يمرر وزير مالية مستقل؟ إلى أين سيتجه لبنان؟ إلى أين سيذهب؟ لبنان الآن يعيش حالة انهيار مالي حقيقي.
نعم. والجميع يعاني، والدولار تجاوز سعره 8000 ليرة لبنانية وقد يرتفع أكثر سعر. الواقع المالي سيء جدا، بل وكافة الدول المؤيدة للبنان والتي تحاول مساعدة لبنان سبق أن قالت سواء الدول العربية أو الغربية، طالما أن حزب الله بسلاحه ممسك بالساحة اللبنانية لا مساعدات للبنان، ووزارة المالية سواء أمسكها بشيء مستقل أم غير مستقل، لأنه غير مستقل في الحقيقة لن يحظى لبنان بالمساعدة المطلوبة، وسنبقى نعاني من أزمة مالية وبالتالي تنعكس سياسيا على الواقع اللبناني، مما يعني أن هذه الحكومة في حال تشكلت سوف تمدد الأزمة اللبنانية ولن تشكل حلا للواقع اللبناني. نعم. من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لكم.